السلام عليكم الشباب بتوع النوميريكال اناليسز. هنحاول ان احنا نبدا نعمل فيديوز لشرح بعض الاجزاء وشرح المسائل بتاعتها عشان تساعدكم شويه. يلا نبدا. طبعا انتوا عارفين ان احنا في جزئيه عندنا بتاعه اللينير. الجزئيه بتاعه اللينير احنا فيها بنتكلم على اللينير ايكويشنز او اللينير سيستم. اللينير ايكويشنز او اللينير سيستمز هي المعادلات الخطية. المعادلات الخطية أو اللينير ايكويشنز هي الايكويشنز أعلى باور فيها هو 1، يعني من ديجري ايه؟ الفيرست ديجري. تمام، تعالوا مع بعض كده ننظم المحاضرة بتتكلم عن ايه ونبدأ ناخد اكزامبل ونحل على طول. اللينير سيستم احنا بنبدأ نحلها عندنا بطريقتين. الطريقة الأولانية هي الجاوسيان إليمينيشن. طريقة الجاوسن الإليمينيشن ميثودز طبعا احنا عارفينها، ان احنا خدناها قبل الأزمة بتاعت الأجازة. الطريقة التانية بتاعت الجاوسن سيد الميثود الجاوسن الإليمينيشن لو تفتكروا كان بيبقى عندنا بيديني التلاتة ايكويشنز، باخد التلاتة ايكويشنز واكون منها حاجة اسمها الماتريكس فورم. الماتريكس فورم دي كان بيبقى شكلها الماتريكس بتاعت الكوفيشنت مضروبه في الماتريكس بتاعت الانونز بتساوي الايه الريزلت اللي عندي. كنت باخد المنظر ده او الماتريكس فورم، بجيب منه حاجه اسمها الايجيومنتد ماتريكس. الايجيومنتد ماتريكس كنا بنكتب هنا الكوفيشنت وبنكتب هنا الريزلت النواتج ونبدا نشتغل عليها. كنا بنعمل حاجه اسمها الفورورد اليمينيشن، بناخد الفورورد اليمينيشن دي نفضل نشتغل بيها لحد ما نوصل للايجيومنتد لحد ما نوصل للترانجل فورم اوف زيروز. لو مثلا هي ماتريكس كانت 3 في 3 كنا بنوصل للترانجل فورم اوف زيروز بالمنظر ده، ونبدا نعوض من اخر ستيب عندنا هنا اللي هي كان اسمها الباكورد سبستيتيوشن. يبقى كنت باخد ماتريكس فورم او بيبعت لي الايكويشنز اعمل منها الماتريكس فورم، بعد كده الايجيومنتد ماتريكس اعمل فورورد اليمينيشن لحد ما اوصل للترانجل فورم اوف زيروز، بعد كده ابدا اعمل باكورد سبستيتيوشن علشان اوصل للحلول اللي عندي. كان بيبقى الغرض من هنا ان انا اطلع مثلا اكس 1 واكس 2 واكس 3 بتساوي كام، او سي 1 وسي 2 وسي 3 بتساوي كام. طبعا الطريقه دي احنا خدناها قبل الاجازه وحلينا عليها مسائل وعرفنا بنقدر نطلع الانونز منها ازاي. خلونا النهارده نشرح الجاوسيان سيد الميثود. تعالوا نشوف بنحل الايكويشن فيها ازاي. في الجاوسن سيدل ميثود خلينا على طول ناخد اكزامبل ونبدا نحل بيه ونشوف الطريقه دي الستبس بتاعتها بتمشي ازاي. يعني على سبيل المثال لو خدنا ماتريكس بالمنظر ده، ممكن السؤال طبعا ان هو يدينا الماتريكس فورم واحنا منها بنبدا نحل، او ممكن يكتب لي الايكويشنز وانا باخد الايكويشنز اكون منها الماتريكس فورم واحل. يعني على سبيل المثال مثلا ممكن الماتريكس فورم دي ما تجيليش بالمنظر ده، تجي لي كده 25 سي 1 بلس 5 سي 2 بلس سي 3 بتساوي 106.8 وهكذا. تاني واحده ممكن تبقى بالمنظر ده 64 سي 1 زائد 8 سي 2 زائد سي 3 بتساوي 177.2، او 144 سي 1 زائد 12 سي 2 زائد سي 3 بتساوي 279.2. يبقى لو اداني المساله بالمنظر ده او اداني المساله بالمنظر ده خلاص انا فاهم ان كده كده يا اما ماتريكس فور يا اما ايكويشنز. طبعا احنا في الجاوسن اليمينيشن اللي هي اول طريقه عشان نحل اللينير سيستم كنا بنشتغل على الماتريكس،
بناخد الماتريكس 4 بنجيب منها الاجمنتد ماتريكس ونبدا نعمل فورورد اليمينيشن لحد ما نوصل للترينجل فورم اوف زيروز، بعد كده نعمل باكورد سبستيتيوشن. انما في الجاوسن سيدل ميثود في بعض الاختلافات البسيطه ان احنا بنشتغل على الايكويشنز دي ما بنشتغلش على الماتريكس. تعالوا نشوف احنا بنشتغل على الايكويشنز دي ازاي. انا ببدا طبعا اول ستيب الثلاثه ايكويشنز اللي هم مديهم لي، باخد اول ايكويشن واطلع سي 1 بتساوي كام، واخد ثاني ايكويشن واطلع سي 2 بتساوي كام، واخد ثالث ايكويشن اطلع سي 3 بتساوي كام. يعني مثلا ممكن نيجي نكتب هنا كده ان سي 1 بتساوي، هنودي كل الحاجات اللي في الايكويشن في الرايت هاند سايد ونسيب السي 1 في الليفت هاند سايد، يبقى 106.8 ماينس 5 سي 2 ماينس سي 3 ديفايدد باي ال 25. تمام. ونيجي من تاني ايكويشن نطلع سي 2 بتساوي كام، بقى سي 2 هتساوي ماينس 64 سي 1 ماينس سي 3 ديفايدد باي 8. ونيجي من الايكويشن الثالثه نطلع سي 3 بتساوي كام، يبقى سي 3 هتساوي 279.2 ماينس 144 سي 1 ماينس 12 سي 2 ديفايدد باي 12. طبعا هنا احنا نسينا ال 100 ايه، ال 177.2 - 64 C1 - C3. يبقى انا خدت الايكويشنز اللي هو مديها لي، سواء اديها لي على هيئه ايكويشنز او سواء اديها لي على ماتريكس فورم. من اول ايكويشن طلعت السي 1 بتساوي كام، 106.8 - 5 C2 - C3. ومن تاني ايكويشن خدت سي 2 بتساوي كام، 177.2 - 64 C1 - C3 / 8. ومن تالت ايكويشن قلت السي 3 بتساوي 279.2 - 144 C1 - 12 C2 / 1. طيب تمام، دي اول ستيب في حل المساله. طب تاني ستيب في حل المساله ايه هي؟ تاني ستيب في حل المساله ان هو بيديني حاجه اسمها الانيشال جيس. الانيشال جيس ده بالنسبه لي هو ايه؟ زي كده انا بحط انيشال جيس، يعني بحط توقع مبدئي لقيمه السي 1 وقيمه السي 2 وقيمه السي 3. طبعا هو بيدوني في السؤال وانا المطلوب مني ان انا امشي عليه. التوقع المبدئي ده بيبقى طبعا مش بيساتسفاي الثلاث ايكويشنز دول، لان مش دي القيم الحقيقيه، مش هي دي الترو فاليو بتاعه السي 1 والسي 2 والسي 3. لان احنا عارفين الترو فاليو بتاعه السي 1 والسي 2 والسي 3 اللي تحل المساله دي لازم يكونوا بي ايه، لازم يكونوا بيحققوا الثلاث معادلات اللي عندي هنا. طبعا هم الثلاث قيم دول ما بيحققوش الثلاث معادلات، ولكن هم حل مبدئي او توقع مبدئي عشان اقدر اكمل المساله. انا باجي اعمل ايه؟ باجي اخد اول ايكويشن اللي هي السي 1 بتساوي 106.8 - 5، اشيل السي 2 واعوض عنها بالانيشال جيس اللي هو الدهوني اللي هو 2 ماينس، اجي عند السي 3 اشيلها واحط مكانها ال 5 اللي هو مدوني في الانيشال جيس ديفايدد باي 25. نيجي نعمل الكالكوليشن هتطلع هنا دي 3.6720. نيجي في الايكويشن اللي بعديها نقول سي 2 تساوي 177.2 - 64، واجي على سي 1. طبعا سي 1 اللي هنا دي المفروض ان انا لما اجي اشيلها واعمل سبستيتيوشن عنها او ان انا ابدا اعوض عنها. طبعا في ناس هتقول لي احنا ناخد قيمة السي واحد اللي هي بواحد اللي فوق ده، لا احنا هناخد قيمة السي 1 القيمة الجديدة اللي احنا لسه مطلعينها اللي هي ال 3.6720.
بعد كده ماينس ال C3 اللي هنا انا ما عنديش اي قيمة ليها غير ان هي بكام؟ غير ان هي 5 divided by 8. طيب اللي يخليني لما اجي اعمل substitution هنا عن C1 دي اخد القيمة الجديدة اللي انا لسه مطلعها وما اخدش اللي في الانيشال جس. ببساطة خالص تعالى نشرح حتة دي سريعا كده. اولا التلات قيم دولت ما بيحققوش لا الايكويشن الاولانية ولا بيحققوا التانية ولا بيحققوا التالتة. فالتلات قيم دولت كانيشال جس هما بعاد تماما عن الترو فاليو. ولكن لما نيجي نبص على الايكويشن الاولانية لو ال C2 ب2 وال C3 ب5 تطلع ال C1 بال3.67 يبقى التلات قيم دول على الاقل بيحققوا اول ايكويشن. عشان كده انا لما جيت في تاني ايكويشن اللي هي C2 واحتجت ان انا اعمل سبستيتيوشن عن C1 فقلت ان الثلاث قيم دول بالنسبة لي هيكونوا افضل بكتير من الثلاث قيم دول. الثلاث قيم دول ما بيحققوش ولا ايكويشن ولكن الثلاث قيم دولت بيحققوا الايكويشن الاولانية. عشان كده لما جيت اعمل سبستيتيوشن عن C1 خدت القيمة اللي انا لسه مطلعها من الفيرست ايكويشن. لما نيجي نعمل الكالكوليشن في C2 هتطلع minus 7.8510. نعمل substitution في C3 هيبقى 279.2 minus 144. ال C1 هاخد القيمة اللي انا لسه حسبها ال 3.6720 minus C2 نفس الكلام بالظبط هاخد القيمة اللي انا لسه حاسبها هنا ال 7.8510 divided by 1 تطلع minus 155.36. يبقى انا هنا بعمل ايه؟ يبقى انا هنا باخد initial guess بحاول ان انا اطلع التلاتة equations اللي احنا بنتكلم عليهم الاساسيين او الاكويشن C1 بتساوي كام؟ C2 بتساوي كام؟ C3 بتساوي كام؟ لما ببدأ اعمل substitution اول equation ما قداميش ان انا استخدم اي حاجة غير C2 غير C2 والC3 بالـ 2 والـ 5 اللي هم الـ values بتوع الـ initial guess. ولكن في الخطوة الثانية لما أبدأ أحسب الC2 لما أجي أختار C1 لا ده أنا هاخد قيمة C1 اللي أنا لسه مطلعها لأن الـ 2 والـ 5 والقيمة دي على الأقل بيحققوا إيه؟ أو الـ equation. هما الثلاث قيم دول ما بيحققوش الثانية ما بيحققوش الثالثة بس على الأقل بيحققوا الـ equation الأولانية. فهاخد قيمة الC1 اللي أنا لسه حاسبها. السي 3 ما قداميش غير ان انا اخد القيمه بتاعه الانيشال جيس اطلع قيمه جديده للسي 2 لما اطلع قيمه جديده للسي 2 اروح للسي 3 اخد القيمه الجديده بتاعه السي 1 والقيمه الجديده بتاعه السي 2 عشان اطلع قيمه جديده لمين؟ للسي 3. طبعا بالطريقه دي او بالمنظر ده مع الايتريشن لو فضلت اعمل ايتريشن للمساله زي دي هوصل او هقرب من السي 1 والسي 2 والسي 3 الترو فاليو. يبقى انا في كل مره باخد انيشال جيس ابدا بيه المساله بتاعتي ومع الخطوات باخد القيم الجديده اللي بتطلع لي واعمل نيكست ايتريشن عشان اقرب من مين؟ من الترو فاليو. يعني خلينا نبص بصه كده على السكند ايتريشن ممكن شكلها يبقى عامل ازاي. هنيجي طبعا هنا كده نقول القيم دي كانت الانيشال جيس للفيرست ايتريشن. القيم الجديده دي هستخدمها كانها انيشال جيس ولكن للإتريشن الجديدة. خلونا نكتبهم هنا الـ 3.6720 والـ 7.8510 والـ 155.36. تمام؟ زي ما عملنا في الإتريشن الأولانية بالظبط هو اللي احنا هنعمله في الإتريشن الثانية. ان انا هاجي عند الـ C1 واقول 106.8-5 اشيل الـ C2 وحط بدلها القيمة بتاعت الـ C2 اللي انا لسه حسبها minus الـ C3 اشيلها وحط بدلها القيمة الجديدة واشوف الـ C1 هتطلع بكام. بعد ما اعمل السبستيتيوشن بال 3 values دول هلاقي ال C1 طلعت ب 12.056. اجي بعد كده عند ال C2 اعمل سبستيتيوشن
177.2 minus 64. أشيل سي 1 بحط مكانها كام؟ القيمة اللي أنا لسه حسبها 12.056 minus السي 3. السي 3 ما قداميش غير إن أنا أعوض بيها بالماينس 155.36 divided by 8. تطلع السي 2 minus 54.882. بعد كده نيجي عند السي 3 نعمل substitution وقول 2 7 9.2 minus 144. أشيل السي 1 حط مكانها القيمة الجديدة minus 12 وأشيل السي 2 وحط مكانها القيمة الجديدة. تطلع السي 3 minus 789.34. طبعا خلاص كده انتوا فهمتوا المسألة بتتحل ازاي. احنا ممكن بقى نعمل iteration كمان بان انا اخد التلات قيم دول. التلات قيم دول خلونا نكتبهم هنا كده ال 12.056 والماينس 54.882 والماينس 789.34. اخد التلات قيم دول وابدا اعمل iteration التالتة. يبقى انا كل مرة بيبقى معايا initial guess ببدا اعمل بيه iteration. فاول المساله خالص خدت الانيشال جيس اللي هم ادوني في السؤال وبدات احل بيه. بعد ما بدات احل بيه طلعت ثلاث قيم جداد لسي 1 وسي 2 وسي 3. عملت الايتريشن اللي انا بتكلم عليها طلعت ثلاث قيم جداد لسي 1 وسي 2 وسي 3. الثلاث قيم الجداد دول اقدر اخدهم اعمل بيهم ايتريشن كمان. ولكن طبعا احنا عارفين ان في نيوميريكال اناليسز لازم بعد كل ايتريشن ان انا احسب الايرور بتاعي علشان اشوف هل الطريقه اللي انا بستخدمها دي طريقة كويسة؟ هل انا بقرب من الترو سوليوشن؟ هل الايرور عندي بيزيد ولا بيقل؟ بنحسب ازاي هنا الريلاتيف ايرور؟ خلونا نتكلم على الايتريشن الاولانية. الايتريشن الاولانية كان عندي قيمة سي 1 بواحد وسي 2 باثنين وسي 3 بخمسة. بعد ما خلصت الايتريشن سي 1 بقت ب 3.672 وسي 2 بقت minus 7.8510 وسي 3 بقت بماينس 155.36. يبقى هي دي القيم الانيشال اللي انا بدات بيها الايتريشن وهي دي القيم اللي انا حصلت عليها بعد ما خلصت الفيرست ايتريشن. احسب الريلاتيف ازاي؟ بنبدا نحسب الريلاتيف لكل واحده فيهم للسي 1 وللسي 2 وللسي 3. طبعا مبدئيا خلينا نكتب القانون كده ان جنرال. القانون جنرال هنا بنحط القيمه. لو مثلا بنتكلم على السي 1 حط السي 1 نيو ماينس السي 1 اولد ديفايدد على السي 1 نيو. تعال نطبع الكلام ده هنا. السي 1 نيو ماينس السي 1 اولد ديفايدد باي السي 1 نيو مودولس ونضرب في 100 علشان نطلع القيمه بالايه بالبرسنتج. نيجي عند السي 2 نفس الكلام. القيمه الجديده بتاعتها minus 7.8510 minus القيمة القديمة divided by new modulus ونضرب في 100. نيجي عند السي 3 نفس الكلام بالظبط. ناخد القيمة new minus القيمة old divided على القيمة new modulus وبنضرب في 100. طيب لما اجي انا احسب الثلاثه دولت هلاقي عندي ان الاولانيه دي طلعت 72.76 برسنتج والثاني واحده طلعت 125.47 برسنت وثالث واحده طلعت 103.22 برسنت. يبقى اول اتريشن عملتها كان عندي الانيشال فاليو وطلعت بثلاث قيم جداد. لما جيت حسبت الريلاتيف طلع لي الثلاث قيم دولت للريلاتيف ايرور. تفتكروا احنا هناخد انهي قيمه اشتغل عليها؟ القيمه اللي انا هاخدها اشتغل عليها هي اعلى قيمه. هي ايه؟ هي اعلى قيمه. يبقى انا لو جيت بصيت طبعا انا عندي هنا 72% 125% 103% يبقى انا هختار اكبر قيمه اللي هي الكام؟ ال 125% واكتب جنبيها هنا بقى اكتب ذا ماكسيمم ريلاتيف ايرور
125.47%. تمام؟ لما عملت الايتريشن الثانية القيم الاولد هي مين بقى؟ القيم الاولد هي دي ال 3.672 والماينس 7.8510 والماينس 155.36. والقيم النيو مين هي بقى؟ القيم النيو دي 12 65 882. طبعا لو في اي غلط في الكالكوليشن انتوا هتلاحظوه تعدلوا على طول. دي دلوقتي القيم الاولد ودي القيم النيو. نفس الطريقه بالظبط اللي احنا استخدمناها في الاتريشن اللي فاتت، هجيب ريلاتيف لـ C1 وهجيب ريلاتيف لـ C2 وهجيب ريلاتيف لـ C3. الريلاتيف بتاعت الـ C1، الـ C1 نيو ماينس الاولد عن نيو، C2 نيو ماينس الاولد عن نيو، C3 نيو ماينس الاولد على نيو. يعني لو جينا جربنا اول واحده 12 65 ماينس 3.672 ديفايدد باي 12.065 مضروب في 100 ونشوف تطلع بكام. نفس القيمه هنا كده، نفس الكلام النيو ناقص الاولد على النيو، وهنا نفس الكلام النيو ناقص الاولد على النيو. طبعا كله مضروب في 100 عشان يطلع بالبرسنتج. تعالوا نبص هنا كده، لما حسبت الريلاتيف ايرور في تاني مره، اول ايرور طلع بكام؟ اول ايرور طلع 69.54، تاني ريلاتيف ايرور طلع 85.69، تالت ايرور طلع بكام؟ طلع ب 80.54%. يبقى هنا الماكسيمم بتاعي في السكند سكند اتريشن كام؟ 85.69%. يبقى لو احنا لاحظنا الاتريشن الاولانيه كان الماكسيمم ريلاتيف ايرور 125 زي ما حسبناه هنا، ده كان الماكسيمم 125.47، هنا الماكسيمم ب 85.6. يبقى واضح ان الاتريشن اللي انا بعملها بتجيب نتيجه، وان الريلاتيف ايرور بيقل مع الاتريشن. طبعا نعمل اتريشن كمان وناخد القيم اللي بتطلع من الاتريشن اللي انا شغال فيها، بيبقى هي النيو اللي قبلها على طول بتبقى هي الاولد، واحسب ما بينها الريلاتيف وهكذا، وافضل اعمل الاتريشن على حسب بقى في السؤال قال لي اعمل 3 اتريشن اعمل 4 اتريشن، اقعد اعمل اتريشنز لحد لما الماكسيمم ريلاتيف ايرور يكون بيساوي رقم معين وهكذا. بنيجي في الاخر نعمل جدول نلخص فيه كل اللي احنا عملناه في السؤال ده، يعني بنعمل سمرايز للريزلت في تيبل زي ما احنا متعودين دائما وابدا في مسائل النوميريكال اناليسيس، بنيجي في الاخر نلخص كل القيم بتاعتنا في تيبل. التيبل ده هيبقى بالمنظر ده، اول جزء هو بتاع الاتريشن، تاني جزء بتاع السي 1، بعد كده الريلاتيف اللي بحسبه للسي 1 طبعا بالبرسنتج، بعد كده السي 2، بعد كده الريلاتيف بتاع C2 بالبرسنتج، بعد كده C3، بعد كده الريلاتيف بتاع C3 بالبرسنتج. مفروض ان انا لو انا شغال صح ان كل ما بزود الاتريشن رقم 1 انتش رقم 2 رقم 3 رقم 4 رقم 5، المفروض ان انا كل ما بزود الاتريشنز لازم مين اللي يقل بالطبيعي طول ما انا ماشي؟ يكون الريلاتيف ايرور بيقل، يعني الريلاتيف ايرور عمال بيقل بتاع السي 1 او السي 2 او السي 3. واحنا اتفقنا ان في كل اتريشن انا باخد الماكسيمم ريلاتيف هو ده اللي انا بحكم عليه، وباخد الاتريشن اللي بعديها اطلع الماكسيمم ايرور او الماكسيمم ريلاتيف ايرور هو ده اللي انا بحكم عليه انا ماشي صح ولا ماشي غلط. تمام كده، دي طريقه الجاوسن سيدل ميثود. هل الطريقه دي ما فيهاش عيوب؟ لا اكيد فيها عيوب. ايه هي الدروباكس بتاعه الجاوسن سيدل ميثود؟ الدروباكس بتاعت الجاوسن سيدل ميثود حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. يعني ايه لازم ناخد بالنا منها؟ بيقول لك ان الدروباك not all systems will converge. يعني ايه نوت اول سيستم ويل كونفرج؟ طبعا انتوا عارفين ان احنا كل ما بنزود اتريشن كل ما الريلاتيف بيقل،
which means ان احنا بنقرب من الترو فاليو. يبقى معنى كده ان احنا بنكونفرج على الترو فاليو. يعني ايه بنكونفرج على الترو فاليو؟ يعني احنا كاننا بعيد وعمالين بنقرب من الترو فاليو. عكس ذلك ان احنا نبعد عن الترو فاليو. نبعد عن الترو فاليو احسها ازاي انا بقى في المساله؟ احسها ان انا كل ما بزود اتريشن بلاقي ان الماكسيمم ريليتيف ايرور بيزيد. يبقى انا عمال بزود اتريشن وعمال ببعد عن الترو فاليو والريليتيف ايرور عمال بيزيد. امتى بيحصل الكلام ده؟ بيحصل الكلام ده لو الماتريكس مش دايجونالي دوميننت. نقول مره كمان، يعني الجاوسن سيدل ميثود الطريقه دي لما استخدمها في مساله لازم المساله دي تكون او في سيستم، يعني لازم يكون السيستم ده دايجونالي دوميننت كوفيشنت ماتريكس. نقول كده مره كمان، دايجونالي دوميننت كوفيشنت ماتريكس. يعني ايه دايجونالي دوميننت كوفيشنت ماتريكس؟ موضوع سهل جدا وبسيط مش صعب خالص. تعال كده نقوله باختصار، يعني لو عندي ماتريكس بالمنظر ده، تعالوا نبص على المسألة اللي احنا كنا لسه بنحلها ونجيب الماتريكس بتاعتها ونفهم يعني ايه دايجونالي دوميننت. انا بس هرتب الماتريكس، وبعد ما هرتب الماتريكس هقول لكم انا ليه رتبتها بالشكل ده.